السلام عليكم الخوت، مباشرة من السوق ديال الخميس ديال سيدي حجاج اقليم 16 الخوت بتاريخ 11 شهر 8 2022. ما تنساوش لي لايك ديالكم، بارطاجيو هذا الفيديو وتفرجوا شوفوا الاجمنة اليوم كيداير الثمن الخوت ولا ميستر. تبارك الله خيرات، تبارك الله. السلام عليكم خويا. وطاقية انت كيداير؟ كلشي مزيان وبنت القاسيه يا خويا. عطينا الثمن، عطينا الثمن كيداير؟ 38 تبارك الله. اللي معطيه 1900 درهم تبارك الله. مع شحال فيها من راس؟ فيها 10 تبارك الله. راه معطيه 1900 درهم تبارك الله. تبارك الله تبارك الله خيرات، تبارك الله. راه معطيه 1938000. كاسكيطه، هو الكاسكيطه بغينا نسولوك وبغيت تدوز معانا ان شاء الله. شاري فيها تاع العطا 38000. 38 ما كي داير الثمن اليوم؟ كاين الثمن، الثمن خيالي اليوم. الله يرحم الوالدين، كاين الثمن اخويا. العام الجاي ب 160 فيها والله يدير الشتاويل ديال الخير. هادشي اللي كاين تبارك الله. راه معطيه 38000 1900 درهم. الله يسر ليكم اخويا، الله يسر ليكم، الله يسر. السلام عليكم، كي داير؟ كلشي مزيان؟ الله يحفظك اخويا، تبارك الله. كاين اللي مليح اخويا، كاين اللي مليح والدقديره مالي ما كاينينش. الثمن شحال اخويا هنايا؟ 35000 تبارك الله، تبارك الله. 35 كي داير السوق اليوم؟ الثمن كاين والشاري والو ما كاينش. الله يدير الشاول ديال الخير، هادشي اللي كاين. الله يحسن العون. معطيه الخوت قال لك 35000. ها توما السليع. مع شحال فيها من راس؟ فيها 10، فيها 10 في الريوس الخوت. راه كامله مليحه تبارك الله. المرقد ديالها منين؟ مرقدها تادلة تبارك الله، سليعه كامله منوره تبارك الله. المرقد ديالها تادلة، راه معطيه 35000 الخوت. ها توما السليعه تبارك الله. ها الورد تبارك الله. والله يسر لك اخويا، الله يجيب لك التيسير، الله يجيب لك التيسير اخويا. سي عبد الحق كي داير اخويا؟ كلشي مزيان الله يحفظك. هذه مشروك فيها اخويا عبد الحق ياك؟ تبارك الله. الثمن اخويا عبد الحق شحال؟ خديتها ب 1500، معطيه 10000 رباح، 500 درهم تبارك الله. مع شحال فيها من راس اخويا عبد الحق؟ فيها 10 الحبات تبارك الله. قلت لي 1600 درهم، 32000 تبارك الله. توما الخوت سليعه خويا عبد الحق، ما كاين لا عيب لا والو، صافي العيوب. الله يسر الامور. كاين شي حاجه قولها للمشاهدين، هادشي اللي كاين تبارك الله. راه كامله السلعه زينه تبارك الله. وكيدير الثمن اليوم اخويا؟ الثمن بارك الله، كاين الثمن. بالنسبه للثمن اليوم راه كاين الثمن. هي السلعه داخله السلعه اليوم ولا لا؟ بارك شويه بالنسبه للسلعه، راه شويه الخوت. اخويا عبد الحق قول لنا النميره، واللي بغى شي حاجه يتواصل معك ان شاء الله. 06 37 83 94 91. فر لينا السن ديال هذاك الخير اللي شاديه، فري لينا هل يشوفوا المشاهدين. ها انتوما الخوت سلي عسنا الحليب، فري لينا اخويا عبد الحق. عسنا الحليب انتوما، تبارك الله تبارك الله، كامله زينه الخوت. ها هي السليعه، والله يسخر لك اخويا عبد الحق، الله يسخر اخويا. ها انتوما السليعه. سي عبد الحق كي داير اخويا؟ كلشي مزيان الله يحفظك. عطينا الاثمنه اليوم كي داير الثمن؟ هذه معطيه هذه في هذا الخير 24000 تبارك الله، 1200. مع شحال فيها من راس؟ فيها 22 راس تبارك الله. ها انتوما السليعه، راه معطيه 24، معطيه 24 يا صاحبي الحق. انت شحال قلت لهم الثمن ديال البيع؟ قلت لهم 28، 1400 درهم تبارك الله. المرقد ديالها منين اخويا عبد الحق هذه؟ منين؟ المرقد منين؟ من هنايا، من جيت ولاد مراح. الله يستر تبارك الله. راه قطعه ب 1428000 نبت زين تبارك الله. راه معطيه 24 قال لك، 1200 تبارك الله. الله يسخر تبارك الله، كامله مليحه. خويا عبد الحق قول لنا النميره، واللي بغى شي حاجه راه يتواصل معاك ان شاء الله. 06 66 24 06
55. كي داير الثمن اليوم اخويا عبد الحق؟ الثمن مناسب اليوم، داخله السلعه، داخله السلعه، داخله السلعه، الله يسر الامور. ها انتم الخوش، هذه هي السلعه، اللي بغى شي حاجه عاد خويا عبد الحق يتواصل معاه ومرحبا. الله يسر لك اخويا عبد الحق، الله يسر الامور، الله يسر. السلام عليكم، كي داير؟ واش مزيان؟ ممكن نسولو على الثمن اخويا؟ شحال الثمن ديالهم هادو؟ 35000. تبارك الله تبارك الله. شحال فيهم الراس؟ فيهم 10. الثمن كي داير اليوم اخويا؟ الثمن كي داير؟ شويه كاين الثمن تبارك الله. المرقد ديالهم هادو منين اخويا؟ من هنايا. هانتوما الخوش راه معطيه 35 ياك؟ معطيه الخوش 35 فيهم 10 حبات تبارك الله. خيرات تبارك الله اليوم من السوق ديال الخميس ديال سيدي حجاج، والله يسر الامور الخوت. الثمن راه صابح الثمن الخوت تبارك الله. هادي شحال تكون عاد هادي من شهر تقريبا؟ 5 6 5 شهور 6 داخله السلعه اليوم، كاين الثمن. هذا الشيء اللي كاين، هذا راه عاد 5 شهور 6 شهور. والله يسر لكم اخويا، الله يسر. السلام عليكم خويا، كي داير؟ كلشي مزيان؟ الله يحفظك. عطينا الثمن ديال هذا الخير اخويا شحال؟ شحال؟ 32 و 500. اسمح لينا اخويا الله يحفظك. ها انتم الخوت، راه الثمن ديال هذه السلعه 32 ونص على 1625 درهم. ها هي السلعه تبارك الله. المرقد ديالها منين اخويا هادي؟ ها من هنايا. كي داير الثمن اليوم اخويا؟ كاين الثمن ياك تبارك الله. مع شحال فيها من الراس هادي؟ فيها 8. ها انتم الخوت، راه فيها 8، فيها 8 تبارك الله. الثمن راه 1625 درهم. الله يسر لك اخويا، الله يجيب التيسير، الله يجيب التيسير. شحال عاطينا؟ 36 ونص تبارك الله. يا عاطين، مع شحال فيها من الراس ديالنا؟ فيها 13 تبارك الله. معطيه الخوت 36 ونص، فيها 13 الراس كامله زينه تبارك الله. المرقد ديالها منين اخويا؟ المرقد فقي بن صالح. كي داير الثمن اليوم اخويا؟ بركه شويه، الله يسر الامور. ها انتم الخوت، المرقد ديالها فقي بن صالح، راه معطيه قال لك 36 ونص تبارك الله في السليعه، الله يسر الامور تبارك الله. عاطي هذا السيد، واش عاطي في جوج ولا عاطي جمله الخوت؟ بعدا راه قال لك معطيه 36 ونص. ها شوف السليعه تبارك. خويا واخويا الله يستر لك، الله يستر لك اخويا، الله يجيب لك التيسير، الله يجيب التيسير تبارك الله. واخويا كي داير؟ كلشي مزيان الله يحفظك. خيرات تبارك الله، كاين المليح اخويا. ها انتم السليعه تبارك الله. شحال الثمن اخويا هنا؟ 25 اللي معطيه في هذا الخير، مازال ما بعتيش. شحال انت قلت لهم الثمن ديال البيع؟ قلت لهم 1500 درهم. دافع اش؟ لا كاين دفوع تبارك الله، كامله عامره، الله يسر الامور. المرقد ديالها منين اخويا هادي؟ المرقده من ولاد مراحل خوت، راه كامله قال لك عامره تبارك الله. مع شحال فيها من حبه هنايا؟ كاسكيطه شحال فيها من حبه هنايا؟ 8 الحبات تبارك الله. انا معطيه 25000 و قطعه ب 30500 درهم. السنه اش دايره في السن اخويا؟ السنه اش دايره في السن؟ كاين الساتيه الرباعيه اللي جايبه الجموع. الله يسر الامور، الله يسهل عليك. كي داير الثمن ديال النعجه؟ الثمن اخويا راه كاين، كاين الثمن، كاين الثمن. والله يسر الامور، وما تنساوش اللايك ديالكم، بارطاجيو هاد الفيديو، وتحياتي لكم الخوت. الله يسخر.